وان شاء الله خبر فرح الوطن العربي كله يعني بدخول اللعبة الاولمبيات، وان شاء الله بقى يكون لنا مزيد من الميداليات ان شاء ده الله. نصيب الاسد بقى المفروض فيها يعني. ربنا يسهل ان شاء الله، بس لازم يعني الموضوع هيبقى مختلف، الفترة اللي جاية تبقى أصعب من الفترة اللي راحت. يمكن من 10 سنين لو اللعبة كانت دخلت الأولمبياد كان عندنا فرص كبيرة جدا، الرانكينج العالمي بالنسبة للرجال والسيدات أول أربعة في الرانكينج العالمي للسيدات للرجال المتقدمين المصريين، الفاينلز كلها أو السيمي فاينلز في كل البطولات الميجرز اللي بتتعمل في العالم كانت بتبقى دايما مصريين، فتقدر إن أنت تضمن ميداليات كتير. دلوقتي طبعا زي ما احنا عارفين هيبقى في بقى منافسه جامده، في بلاد كتير ماشيه على الجونيور بروجرام من بدري، في متوسط اعمار اللاعبين اللي عندنا برضو متقدم شويه، هم ادوا اللي عليهم وزياده، ويعني كان لهم دور كبير جدا بدخول اللعبه الاولمبياد من خلال ادائهم الراقي ال 10 15 سنه اللي فاتت، فاللي جاي هيبقى صعب، لازم نشتغل من امبارح. طيب الاسكواش ما هياش اللعبة الشعبية الأولى على الأرض موجودة عندنا في مصر، لكن هي واحدة من أهم الألعاب المضرب اللي موجودة عندنا في مصر، وهي الأكثر يعني إيه بتحظى بأكثر متابعة في ألعاب المضرب. لو جينا بقى نبسط الفكرة كلها، الاسكواش دخلت الأولمبيكس، إحنا مبسوطين طبعا ولا مش مبسوطين قوي؟ أو لا مبسوطين وخايفين يعني في نفس الوقت يعني. طيب احنا خايفين علشان ابطالنا طبعا الرياضة يعني بعد فتره اللي هي لما نوصل للوس انجلوس 2028 هيكونوا اتقدموا شويه في العمر. مظبوط، هو طبعا هيبقى في هنا يعني خط موازي للابطال الكبار، واحنا يعني الاهتمام بالجونيور بروجرام لازم يبدا من دلوقتي، لازم في عندنا عناصر متميزه جدا، في بطله العالم للنشاط عندنا امينه عرفي 15 سنه من صاعدات الواعدات، في بالنسبه للسيدات في لاعبات طبعا متوسط اعمارها صغير، هنشوف نوران جوار، هنشوف نور شربين لسه 27 سنه يعني هتبقى برضو ممكن تخش، هانيا الحمامي 22 سنه، في فيروز ابو خير، في ناس كتير جايه، وسنة ابراهيم، في ناس كتير جايه في السيدات. بالنسبه للرجال طبعا متوسط الاعمار اعلى شويه، وفي منافسه قويه من نيوزيلندا بول كول، في منافسه من بيرو المصنف الثاني عالميا هو مثلا موجود ديجو الياس، عندنا مصطفى عسل 22 سنه، في يعني في لازم يتحط خطه للاصغر بقى للجيل اللي مش هيخش الاولمبياد وتطلع، احنا لازم نبص لقدام. طب فده اللي احنا بنحاول نركز عليه مثلا من خلال البرنامج اللي انا مثلا عامله في النادي عندي في بالميرز، انا عامل 10 بطولات تحت 17 سنه. تقولي لي 17 سنه ليه؟ اقول لك لان عشان تطلع نشأ، تطلع جيل جديد. مظبوط، هو المفروض ان السن البيك بتاع اللاعب لما بيظهر، يمكن مصطفى عسل كان نمره واحد على العالم وعنده 21 سنه، رامي عاشور لما طلع، كل كريم درويش، عمرو شيبان، كل يعني اللي بيظهروا بيبقوا متميزين جدا دايما بيظهروا هم 17 ل 19 سنه، بيبدا يخش بقى في التوب رانكينج ويبدا يبقى بينافس على بطوله العالم. تحت 17 سنه احنا عاملين اول بطوله هاي سكول للمدارس ان شاء الله تبدا يوم الخميس الجاي عندي في النادي في بالما هيلز، وحاطين فيها جوائز متميزه جدا، بنشجع الناشئين للسفر، يمكن الحمد لله الوينرز الاربعه الاول هياخدوا تذاكر كايرو لندن كايرو فور فري عشان يقدروا يشاركوا في البريتش اوبن، ورابطين الجوائز بمشاركه بطوله انجلترا، لان طبعا لازم نساعد مع الدوله في اعداد الجيل الجديد وان هم يقدروا يسافروا، التكاليف بقت مكلفه جدا جدا جدا، فيعني دي فرصه كبيره ان كل الناشئين بتلعب فيها. نعم.